أهلا بكم مشاهدي الكرام. بعد هذه الجولة الإخبارية في ربوع آسيا نذكر بأن عنواننا الحواري في هذه الحلقة هو ما قدمت أو أقدمت عليه حركة طالبان بتحذير حلف الشمال الأطلسي من استمرار تواجده واستمرار الحرب، وهو تهديد أو تحذير غير مباشر للولايات المتحدة التي أعلن رئيسها أنه في صدد مراجعة الاتفاق الذي وقع ما بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة. أهلا بكم باسمكم. اسمحوا لي أن أحيي الأستاذ أشرف أبو اليزيد رئيس جمعية الصحفيين الآسيويين. أهلا بك فندم. أهلا بك وأهلا بجمهور آسيا. إلى هذا المدى هذا الملف لن يعالج؟ أنا متشائم إذا قلت أن هناك يعني حلا، أعتقد أنني بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأن دورة هذا التهديد متكررة وتأتي كلما بدا أن هناك حل وأن هناك يعني مستقبلا آمنا وأن هناك تجديدا لحضور السلطة الحكومية في أفغانستان. حدث ذلك في 2007، حدث ذلك في 2014، ويحدث الآن حتى بعد إبرام الاتفاق الذي كان في الدوحة العام الماضي. طيب حضرتك بتقول أنه حينما يأتي الحل تظهر العقبات. نعم. هل معنى ذلك أن هناك في هذا التشكيل الأوروبي أو الأمريكي من تتعارض أهدافه مع غيره؟ منذ البداية يعني أنت تعرف أن الهدف كان بعد سبتمبر 2001 دخول الولايات المتحدة، كانت لعقاب ما حدث في من هجوم إرهابي، والهدف الذي أقنعت به الحلفاء آنذاك هو ألا تكون أفغانستان ملاذا للإرهابيين ليهددوا العالم بعده. إذا قارنت بين 50 دولة منهم طبعا أعضاء حلف الناتو والشركاء معهم أو المتحالفين معهم من خارج الحلف، وكانوا يرسلون أكثر من 130,000 جندي، خلال هذه الفترة تقلصت هذه الأعداد وتقلص عدد المشاركين في الحلف، وكان السبب هو أن كثيرا من التساؤلات بدأت داخل الحلف، أعضاء الحلف الكبار. يعني مثلا ألمانيا حينما دخلت أرادت أن تشارك الولايات المتحدة لتعبر عن دعمها للولايات المتحدة، ويعني نوع من الثقة ونوع من كما قالوا أننا سوف ندعم أراء الولايات المتحدة في هذا الشأن. لكن بعد فترة، وأنت تعرف أن ألمانيا وجود قوات خارج البلاد هي قوات يؤمن كل عام تجديد لحضور هذه القوات، وألا تبدأ الضرب بالنار، يعني ترد بالنار دفاعا عن نفسها. إذن هناك محدودية لمشاركة القوات الألمانية، زائد أن القوات الألمانية ربما أصرت أو أرادت أو خيرت تبقى في الشمال، والشمال هو أقل خطورة من الجنوب. لذلك الدول التي في الجنوب يسائل مواطنوها عن متى نخرج. يعني إذا كانت ألمانيا في 2007 جمهور الألمان أرادوا بنسبة 57% أن يخرجوا فورا من أفغانستان، فإن الجنود بعد ذلك ب7 سنوات زاد هذا الرقم إلى 70% أرادوا الخروج، رغم أنهم الأقل عرضة للأخطار. إنما الوجه العام أن طالبان كلما حدث نوع من السلام النسبي بدأ يعني كما قلت نوع من العداء ونوع من العمليات الإرهابية حتى لو كانت في الجنوب فقط. أين الخلاف هنا في وجهات النظر في الاستراتيجيات المختلفة لكل دولة؟ احنا بنتكلم انه حضرتك اشرت في بداية حديثك انه كلما بدا في الافق حل تتعقد الامور، من السبب في ذلك؟ السبب هو انت تعرف استراتيجية اختلفت، نحن لا نريد القضاء على يعني الحرب التقليدية، ولكن نريد تنمية الدولة وتأمينها ورفع قدراتها عن الدفاع عن نفسها باستراتيجية الناتو. بالضبط. تمام. يعني أرادت أن تطور من أن تكون ساحة معركة إلى ساحة بناء وإعمار، وكان هناك نحو 28 فريق لإعمار البلاد. هل حضرتك بتعتبر أنه دي تغير في الاستراتيجية أم رغبة في البقاء بأشكال مختلفة؟
هو رغب في البقاء باقية منذ اليوم الأول، لأن هناك حينما قامت ما يسمى بإساف أو قوة دعم السلام في أفغانستان أقامها الناتو، كان هناك ممثل للناتو مع الحكومة، بمعنى أنه ينسق ماذا يتم كل يوم. لكن هذه العمليات الإعمارية إذا شئنا القول تطلبت الكثير من يعني الاحتياجات التي لم يؤمنها الحلفاء. يعني هم ربما وجدوا أن يعني الضرب، ووجدوا أن الضرب من فوق بالقنابل والطائرات أسهل من البناء في الداخل، ووجود نوع من التحالف بين القاعدة في الجنوب وطالبان أكد أن ذلك غير ممكن، أن البقاء من أجل الإعمار فقط غير ممكن. لذلك العمليات تكثفت، وكانت هناك ردود فعل من الحلف على أرض الواقع، بما جعل أن سياسة الإعمار فقط ليست هي المؤكدة، وإنما يجب أن يكون هناك تلاحم وقتال مع طالبان. رغم توقيع اتفاقية السلام، أين ترى يتوجه المزاج الأمريكي تجاه أفغانستان؟ يعني لماذا هو يقف في مساحة وسط ما بين الحكومة الرسمية المعترف بها وما بين حركة طالبان التي أجرى معها اتفاق سلام وكان يدرجها سابقا على قوائم الإرهاب؟ أين ترغب الولايات المتحدة أن تسير في الفترة القادمة حتى وإن وقعت هذه الاتفاقية وأعلن جو بايدن أنه يراجع هذه الاتفاقية؟ هي مراجعة الاتفاقية تأتي ضمن مراجعات كل ما كان في حقبة ترامب، بمعنى أنه لا يراجع فقط ما حدث في أفغانستان، وإنما الحضور الأمريكي في أماكن أخرى وقوانين الهجرة إلى آخره. لذلك هذه تأتي مراجعة عامة. لكن الظاهر أن وجود 2500 جندي أمريكي فقط في أفغانستان ربما يكونون معرضين للخطر أكثر من وجود قوات أكبر، لأنك حينما تقلص العدد في ظل تصاعد الهجوم على يعني على المدنيين وعلى العمليات الإرهابية الأخرى، هذا يعني أنك تعرض أيضا هذه القوة الصغيرة للخطر. يعني احنا في جمعية الصحفيين الآسيويين لاحظنا على سبيل المثال تصاعد قتل طالبان لرجال الإعلام بشكل متواتر. يعني صحفي يرجع من بيته في الطريق يوقفونه ويطلقون النار، يعني خلال فقط شهرين 5 قتلى في رجال الإعلام. وهل حضراتكم في جمعية الصحفيين الآسيويين أو وجدتم تفسير لذلك؟ وجدنا، لأن لا يريدون صوتا مخالفا. هؤلاء يعني يقولون بشكل إيجابي أن هناك حلا سلميا، أن هناك مجتمعا مدنيا، أن هناك إعمارا. هم لا يريدون هذا الوجه. هو صوت الحكومة أم صوت الولايات المتحدة أم صوت الغرب؟ يعني هذا الإعلام يتحدث بلسان من؟ لا، هذا صوت الحكومة، لأن الحكومة الآن لا تستطيع أن تفصلها عن الرأي السلمي أو الرأي العام. يعني الآن أنهي رأي عام، الداخلي أم العالمي؟ الرأي العام الذي ينادي بالسلام، الرأي العام الذي تريد يعني يريد الحلف أن يحققه من خلال وجوده. طب ولماذا إذا كان الحلف يريد ذلك لماذا يعني نحى جانبا حكومة أشرف غني عن وجودها في هذا الاتصال واستأثر فقط بلقائه مع حركة طالبان وكأنها هي من تحكم، أو على الأقل وكأنها تمهد الطريق الولايات المتحدة وطالبان لمرحلة حكم تالية لهذا الاتفاق؟ أعتقد أن يعني أشرف غني وهو يعني متخصص أصلا في الشأن الديني وكان عميدا لجامعة كابول ودرس في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه كان الأنسب ليحقق شيئا من أجل بلده. وحينما جاء يعني في أثناء الحقبة السوفيتية كان غير موجود في البلاد، ذهب إلى لبنان ليدرس وتزوج لبنانية وسافر لأمريكا فأخذ الدكتوراه هناك، وعاد ليحقق كنائب ورئيس جامعة مشروع للفقراء قبل أن ينتخب رئيسا في 2014. هو شخص نموذجي ومثالي لرؤيته للبلاد ورؤيته للتنمية في البلاد، لذلك كان استبعاده غير مبرر بالفعل. يعني طيب،
سأعود إليك في هذا الطرح سؤالي أستاذ أشرف فيما يتعلق بالقادم، هل لجو بايدن القدرة، إدارة جو بايدن القدرة على تغيير المسار أو الوصول إلى ما يخالف ما وقعته الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب؟ يعني إصدار قرار أمر سهل، لكن التطبيق على الواقع صعب جدا، بمعنى أننا حين ننظر إلى الجانب الألماني وقد وضحه الدكتور عبد المسيح الشامي، لكن هناك جوانب أخرى وأفراد وشركاء آخرين. يعني مثلا تنظر المملكة المتحدة إلى أن الفساد هو أكثر شررا وضررا من الإرهاب الذي تقوم به طالبان على استقرار الأمر في أفغانستان. يعني تخيل أنك تبني هرما ولكن هذا الهرم يعني خشبي ويأكله السوس. الفساد هنا تقصد به من يدير شؤون البلاد؟ من يدير شؤون البلاد. الحكومة الأفغانية تلقى انتقادات كثيرة جدا وتقول أن ما يقود عمل الحلف داخل أفغانستان ليست فقط هجمات طالبان وإنما الإدارة نفسها التي شابها الفساد بشكل كبير وساعد هذا الفساد على تأثير وتدخل القاعدة وعملائها في الشأن الأفغاني. استمرار استعمال حضرتك وبعض المحللين لاستعمال لفظ القاعدة وربطه بطالبان بيضع طالبان في زاوية أو زاوية ذهنية خاصة، وبالتبعية بيحكم على الأمر من زاوية ذهنية تم صناعتها بشكل أو بآخر. هذا شق. الشق الآخر المرتبط بماذا بعد، وإذا كانت مرتبطة بطالبان ما الذي دعا الولايات المتحدة في الأساس أن تجلس معها، وماذا كانت ترغب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية؟ كل هذه أسئلة. الأهم، ما الذي تملكه طالبان كورقة ضغط للضغط على الولايات المتحدة؟ يعني أنت تنظر إلى يد من أيادي القاعدة بشكل آخر، طالبان. آخر وهي طالبان، وطالبان التي نشأت في أفغانستان نشأت تلبية لحرب طويلة استمرت عقدين مفهوم تاريخي قبل ذلك. تمام. لذلك هؤلاء المحاربون يريدون فرض يعني رأيهم بالقوة، بمعنى أنك حينما تنظر إلى تاريخ أفغانستان كانت في يعني قبل 1000 عام من الميلاد هي أريانا، حضارة أريانا، ثم حتى القرن الخامس الميلادي كانت خراسان، ثم أصبحت أفغانستان بعد ذلك من القرن 19. هؤلاء طالبان يريدون العودة بأفغانستان اليوم إلى القرن الخامس الميلادي، إحياء هذه الذكرى وإحياء هذه المملكة أو هذه الإمبراطورية أو ذلك المسمى، وأن يكون ذلك المسمى تحت العلم الذي يرفعونه والقواعد التي ينادون بها. إذن أنت أمام يعني حتى قوام أفغانستان أنت تجد هزارة وتاجيك ويعني بشتون، وتجد أيضا قادمون بلوش من باكستان. القوام القبلي الذي تشكل منه أفغانستان يسمح بأن تكون لطالبان قدرة على تغيير الأمور وفرضها. يعني أنت تسأل هنا عن مكون ثقافي لهذه الدولة، هذا المكون الثقافي تقبض عليه طالبان، وأعتقد أن سيطرتها لا تخلو من الشأن الديني الذي تخصص فيه ودرسه رئيس الجمهورية الحالي. معنى ذلك أن الأمر لن يتم حله؟ لن يتم حله بما أرادت به الولايات المتحدة. ماذا كانت تريد بإيجاز؟ كانت تريد محو طالبان وفرض نموذج غربي داخل الدولة، وأن يكون هذا النموذج تقصد معنى أدق إعادة احتواء طالبان؟ طبعا. يعني حتى الانتقاد الوحيد الذي قدمه الرئيس السابق حامد كرزاي حينما قال في 2014 أن باجرام والقاعدة الأمريكية المعروفة تخرج إرهابيين، يعني حينما كانوا يقبضون على المدنيين يسجنونهم في باجرام فيخرج إرهابيين يكرهون الدولة. هذا جعله يرسب في الانتخابات وينجح أشرف غني أحمد زاي. لا يريدون غير حليف يسمع وهو تربى عندهم هذا الحليف الحالي، ويريدون هذا الحليف بالقوام الذي يريدونه. أعتقد أنهم فشلوا في أماكن كثيرة، والفشل قائم إذا ظلت رغبات الحلف في محو ما يمكن هوية أفغانية. يعني الهوية الأفغانية تنهض من أفغانستان، وليس بالضرورة أن تكون هوية طالبان وإنما هوية يعني محلية. طيب، وإلى أي مدى
ترصد أو تستطيع أن تجزم بأن الولايات المتحدة تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه؟ لا تريد الولايات المتحدة، كما لا تريد القوى الاستعمارية التي تحدث عنها الدكتور عبد المسيح، أن تخرج من تلك المنطقة. فتلك المنطقة مرت عليها الحضارات، حتى الإسكندر ذهب إلى أفغانستان في غزواته وصولا إلى بلخ التي خرج منها يعني ابن الرومي. إذن أنت أمام منطقة حيوية جدا في الوسط الآسيوي، أيديها متصلة من الصين إلى إيران إلى الخليج إلى باكستان. هذا المركز لا تريد أمريكا الخروج منه، ولكن تريد البقاء بأقل الخسائر. هل هذا المركز قابل للتطويع؟ يعني ليس بتلك الطريقة، ليس بوجود حرب قائمة حتى لو كانت مستترة. طيب ما هي الآلية اللي أراضي الغرب أن يتبعها بتخفيض القوات إلى هذا العدد؟ تقليل الخسائر كما قلت لك. كيف يقلل الخسائر فيخفض القوات ثم يريد أن يغير السياسة والاستراتيجية والأيديولوجية؟ هذا السؤال موجه للقادة بالفعل. أنتم كان أمامكم 20 عاما لتغيروا في البنية التحتية، لم تستطيعوا القضاء على الفساد، ولم تستطيعوا إنهاء الإعمار، ولم تستطيعوا عمل سلام مع طالبان. تتكلم على القوى الغربية. على القوى الغربية. هي في الأصل لم تكن تدخل لهذا الغرض. هي حورت البقاء، هي لكي ترضي الحلفاء في الناتو، حورت ذلك لكي تطور وتعمر، وهذا ما لم يحدث. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ. طبعا لم نصل إلى حل نهائي أو تبرير واضح، ولكن يبدو أن هذه الأزمة قديمة حالية ومستقبلية، فيها الكثير من التفاصيل اللي على ما يبدو أننا سنتوقف عندها كثيرا ولن نحصل أيضا على إجابات. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف أبو اليزيد، وأنت رئيس جمعية الصحفيين الآسيويين، سعدت بهذا اللقاء. شكرا وصولكم مشاهدي الكرام، هذه نقطة ختامنا في نافذة القاهرة على آسيا، حديثنا عن تحذير حركة طالبان لحلف شمال الأطلسي من أن يستمر بحربه داخل الدولة الأفغانية. شكرا لكم، أنا ثمن حنفي، أحييكم.